إذا نتابع معكم الآن هذه الصور الحية والمباشرة والتي تأتينا مباشرة من خان يونس، حيث تتعرض خان يونس في هذا الوقت تحديدا للقصف الإسرائيلي المستمر، وهذه ألسنة الدخان المتصاعدة التي نتابعها بعد أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف عدد من الأماكن والمواقع في خان يونس. حتى الآن ربما لا يوجد أخبار أكثر عن المناطق بعينها التي تم استهدافها من قبل جيش الاحتلال، وعما إذا كانت هذه المناطق هي أيضا مبان سكنية أم المخيمات، مخيمات اللاجئين الموجودة في خان يونس. ولكن هذه صور حية ومباشرة لاستهداف مناطق بعينها في خان يونس من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. كما نتابع معكم إذن ألسنة الدخان تتصاعد بعد أن استمر جيش الاحتلال في هذه الساعات في استهداف عدد من الأماكن في محافظة خان يونس الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.